احنا اليوم متواجدين في معرض بيج فايف قطر، تهدف مشاركة بنك قطر للتنمية في هذا المعرض بجناح مشارك فيه 24 مصنع محلي. طبعا معظم هالمصانع محتضنين في بنك قطر للتنمية او من عملاء بنك قطر للتنمية. احنا نهدف من مشاركتنا ان نتيح فرصة حق المصانع القطرية ان تروج ونسلط الضوء على منتجاتهم. اليوم بنك قطر للتنمية يقدم خدمات مالية وغير مالية لرواد الاعمال والمصانع المحلية، ليس فقط في التمويل، احنا حتى البنك اليوم يطور المصانع المحلية في منتجاتهم وخطوط الانتاج وكيف انهم يوصلون الى الاسواق المحلية والعالمية بخدمات او بمنتجات ذات كفاءة عالية. احنا ندعو جميع الشركات بزيارة هالنوع من المعارض للتعرف اكثر على المنتجات الوطنية، وندعو طبعا ايضا عموم الشعب للتعرف اكثر على مصانعنا المحلية الموجودة ودليل الشركات الصغيرة المتوسطة اللي اطلقها بنك قطر للتنمية، واللي بدوره انه يسلط الضوء على المصانع والشركات المحلية. احنا عندنا قصص نجاح كثيرة من شركات محلية بدأت من الصفر الى وصلت الى الاسواق العالمية، فاحنا لا شك ندعو جميع رواد الاعمال والمصانع المحلية بزيارة موقع بنك قطر للتنمية للتعرف أكثر على المنتجات اللي يقدمها بنك قطر للتنمية.